فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من أمريكا يقول: هل يجوز لي أن آكل من الطعام الذي يذبحه الكفار؟ يقول: أنا مسافر هناك ولا أجد محلا يبيع طعاما حلالا، فماذا أصنع؟ الطعام اللي ما فيه ذبح ذبائح هذا يجوز، من الكفار وغيرهم. الرز تأكل، الرز تأكل، الفواكه تأكل، هذا ما يشترط أن يكون من مسلم. طعام مباح تأكل منه. أما ما كان لحوم، اللحوم هذه ينظر من وين مصدرها، وهل ذكيت ذكاة شرعية، وهل الذابحون ممن توكل ذبائحهم كالمسلمين واليهود والنصارى أهل الملل أو من غيرهم من لا ملة لهم، ملة الكفر والشرك، لا توكل ذبائح. نعم. فأنت ما أكل اللحم ما هو بلازم يا أخي، اترك اللحم أو اشتر من السمك اللي ما يحتاج إلى ذكاة، أو شوف مثلا الجاليات المسلمة، والجاليات لها مذابح خاصة فتأخذ منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.